يا واد يا سكر يا ولا قوم يا ولا. اوه طيب عادي يا عم. حاضر مين؟ اوعى ياما بس مين؟ ايه يا عم؟ يا عيل وقف وقفك ولا غفلان اللي عملتك صح؟ يا خرابي يا ابراهيم يا خرابي. انت اللي قلت الكوري انا شغال في الكباريه. وانت شغال في الكباريه يا ابراهيم؟ انت هتعبيهم وتعبيهم لي ياض؟ وانا اللي مديك عربيتي بتستردع منها؟ طب بس استهدى بالله، ايه دخل العربيه في الكلام اللي انت بتقوله ده؟ بشتر ودخل بينكم يا كوري. والله العظيم يا كباكي ما قلت لها حاجه ولا عارف اصلا ان انت شغال في كباريه. كوري اصلا حطاك في دماغها ومفكرك ان انت مرافق واحده، وانت عارف بقى كوري لما بتحط واحد في دماغها. انت عارف بقى ابراهيم والله العظيم ما قلت لها حاجه. يا اخوي استهدى بالله يا حبيبي، استهدى بالله استهدى بالله واسترجل كده يا واد. الله انت خايف منها ليه؟ هي مسكلك زله ولا حاجه؟ وبعدين انت راجل يا اخوي، تعمل عمتك وتلف عمتك، تشتغل بقى في كباريه، تشتغل في الاعاره، انت حر. استرجل وشكمها يا ولا. طيب ابراهيم ده لو سكين على رقبتي يا جدع سرك يدفن معايا. يا سلام، هو ما قدرش على الحمار هيدور على البردعه؟